استاذ خلف، طبعاً المباراه الاولى هذه المجموعه خاصه المباراه الاولى اللي خاضتها الارجنتين امام السعوديه، هذه شكلت واحده من اكبر مفاجات البطوله، انه الفريق السعودي متاخر بهدف ويعود للمباراه ويسجل هدفين ويفوز على الفريق الارجنتيني. نعم. كل احنا تاملنا انه الفريق السعودي راح يروح ابعد من ذلك، على الاقل يترشح للدور الثاني. يمكن انا وياك تكلمنا هل بولندا تكون ترافق الارجنتين للدور الثاني ام المكسيك. اعتقد الفريق البولندي من الناحيه الفنيه هو اقل كفاءه من السعوديه ومن الفريق المكسيكي، لكن اللي خلى الفريق البولندي ينتقل للدور الثاني هو واحد من افضل حراس المرمى بالدوره، هو اللي انا اقول هو اللي قاد الفريق الى الدور الثاني. المكسيك بالنسبة لهم أنا بتصوري خيبة أمل في هذه البطولة، ما قدموا الشيء اللي عليهم. كنا نتأمل من السعودية، طبعا السعودية حتى المباراة اللي خسروها المباراتين من المكسيك والبولندا أنا أقول ما كانوا ممكن أن يخسرون المباراة، على الأقل ممكن يحصلون تعادلين أو تعادل واحد، لكن شاهدت الظروف أنا أختلف معك. كل إحنا توقعنا السعودية، أنا البرنامج موثق، أنا قلت استغراق كان في أداء المنتخب السعودي، استغراق أكثر من اللازم. المنتخب السعودي لو مواجه الأرجنتين في مباراة لاحقة لكانت القصة قصة أخرى، وتوقعنا من البداية الأرجنتين أو والمكسيك أو بولندا.